تحياتي الحارة لكل متابعي قناتكم قناة أحمد الداودي. اليوم نحكي عن كل المعدلات وكل الكليات اللي ممكن ينقبل بها ابتداء من 50 ولحد أعلى درجة. لكن أحب أن أوضح نقطة مهمة، أنه اختيارك أنت عن ثقة وقناعة وحبك وحلمك لجامعة أو كلية معينة هذا يكفي، ما عليك بغيرك. طبعا اكو خيارات هواي غير اني اللي كتبتهن من كليات ومعاهد للمعدلات المطلوبه، لكن اني ذكرت الاساسيات والمرغوبه. شكرا لكم، وهسه ممكن تتابع الفيديو للنهايه وان شاء الله تستفاد من الفيديو. اتمنى منكم الاشتراك والاعجاب. مع تحيات احمد الداود. Thank you.
شكرا لكم لمتابعة الفيديو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ثم الإعجاب بالفيديو.